جيت إيه انا بحسب اللمب اهوت مديني هنا الار توتال مديني الدايمتر اهوت اخد 27 ونص واقسم على الاثنين والفي واحد ديت سرعه الرياح 15. 15 نحسب ديت اللمضة هتحسبها تطلع لي هتطلع ايه خليني احسبها احسن 2 شفت باي في 62.5 في 27 ونص قسمة 120 وبعدين قسمة 15 طلعت لي كده يعني تقريبا كام؟ ستة كويس؟ طيب أنت معاك الستة دلوقتي الباور بتاعتي 500 كيلو وات إذا إذا آت البي إس 500 كيلو وات ويوز البروبلر اقوم عند البروبلا كويس ومطلع من الشكل بتاعي هنا لمضه وعندي هنا السي بي واقوم قيمه السي بي 6 جايب قيمه السي بي اطلع فوق موجوده الشكل دي اخد بس هنا اهو الشكل اهو موجود هنا اهي عند الست عند 6 اهي اهي اطلع اخد القيمه دي واقوم جايب تقريبا أربعة ونص طيب أقوم كاتب هنا نازل أهو كمان شوية عشان شو ما تقولش بقى تسعة فين تسعة اية خلاص 0.45 يعني قيمة أيوه أيوه كده أقوم راجع هنا أهوت معايا دي ومعايا دي أطلع مين الإبسو وبعدين نيجي للجراف أهو أنا عندي هنا السي بي وعندي هنا لمضة. ادي الابسون أنا عندي نوت ستة وديت كانت أربعة ونص، أطلع فوق م. كمان شوية هنا الرسمة دي هي ده اهي، ادى ستة وأدا أربعة ونص، أمشي كده وأطلع هنا طلع تقريبا كام قول مثلا أربعة في النص ما بين الخط ده والخط ده وأقوم ناي نازل عند الأربعة من مية يعني في منتصف التلاتة التلاتة من هنا أهو هنا كده الخط ده اللي هو أربعة من مية وأجي عند ستة اللمضة أطلع أقابل وأقوم رايح جايب الأجزاء. في غير في ونص نحط هنا عند الثلاثة مش الثلاثة احنا قلنا الثلاثة ونص فين؟ قلنا الأربعة إيه قلنا تقريبا أربعة ممتاز إيه. ما بين ستة قلنا أربعة ستة. طلع عندي طلع عندي أربعة ونص أربعة فاصلة صفر فاصلة خمسة وأربعين أيوة ده ديت ده ديت السي بي من السي بي ممتاز ومع اللمضة طلعنا الإبسلون الإبسون اللي هو الخط الأخضر اللي أنا راسمه ده اللي هو قيمته أربعة من مية جيت رسمته تاني هنا أربعة من مية مع اللندا والاي هنا هنا الخط على على 0.03 دكتور دكتور, دكتور دكتور صح صح كلامك إرجع قبل شوي إرجع للي فوق اه الخط الأخضر أساسا واقع بين 0.03 و0.025. ايوه فيطلع فانت لما تاخذ أربعة الوسط 4 من 100 ايوه يطلع الابسون 4 من 100 4 من 100 قمت انا جيت رسمته ثاني الخط الاخضر اهو ثاني هنا تحت اهو انزل ما بين اللي هو ال 3 من 100 وال 5 من 100 رسمت الخط الاخضر ثاني وبعدين جيت عملت تقاطع ما بين ال 6 دكتور كيف كيف 4% معلش يعني يعني 4% اكبر من القيمه ذيك اللي هي 0.03 ليه؟ بس؟ لا أي... الخط الخط ده اهو 3 من 100 والخط ده 5 من 100 مين اللي قال لي الكلام دوت اهو؟ الراجل ده اهو عادي اول واحد اللي هو السوليد صفر وبعدين 1 من 100 2 شرطتين وبعدين 3 من 100 ده ثلاث خط رابع خط 5 من 100 يبقى اللي ما بينهم 4 من 100 صحيح فأنا جيت رسمت خط اهوت اللي هو الأخضر دوت، وجيت طلعت من 6 قطعت مع الأخضر، ورحت جبت هنا تطلع عليه الـ 28 من ألف، 28 100، فجيت هنا اهو، كده، لا، اطلع فوق تاني، اه كده، فجينا يا جالة عملنا كده، يعني هو عمال يأكد برضك على استخدام الجرافات، جينا قلنا دي كانت 4 من 100، وبعدين جينا عملنا عند الإيه هنا وكان هنا الابسون أربعة من مية وهنا لمدة جيت عند ستة كده شفنا القيمة دي طلعت القيمة دي يبقى الA طلعت لي اثنين تمانية هو ده اللي كان طالبها صح كده السؤال وانا انا غلطان تاني كده صحيح صحيح اه هو عايز يحسب دي بس يبقى كل ده كل يجي في الاختبار ده ما كانش بيجيب الجرافات دي خلي بالك لكن هيجيب جداول ثانيه هنشوفها دلوقتي. جداول فيها ارقام. طيب نرجع بقى نشوف اللي اهم حاجه في الويند توربيه من اول هنا. يعني اللي فات ده كله ممكن تذاكره في ساعه واحده. اللي جاي ده بقى مهم. بالذات بيحب الرسم. هنرسم صح هترسم غلط هيتخصم منك درجه. طلعت على طول. شد ها؟ اللي قدامنا يبغى لها تركيز واجد اللي قدامنا هو ده الاهم اهم حاجه في في الويندو توبين ان احنا طيب أي ايش رايك نخليه مع الـ الـ الكلاس الجاي انا اتاخر انا جي... اتاخر يا رجال انا هو الكلاس الجاي ندعس عشان ما يكون في تشتيت احنا خلصنا دلوقتي 10 مسائل ال10 مسائل <تصفح> اللي, اللي باقيين في مساله محتاجه نص سطر يعني ثلاث اربع مسائل زي دول كده انا 11 او 12 او 13 نص سطر الباقي محتاج المعادلات اللي احنا المساله رقم 11 كيف وضعها صعب ولا سهل 11 ما عشان احل 11 لازم افهم اللي فوق الاول افهم اللي فوق ده ايه ايه اللي انت كاتبه فوق ده وقت. تم تم يا سيدي يلا يلا يلا, يلا كمل طب خلينا ناخد حتى النظري اللي انا اقول عليه دوت وبعدين بعدين خلاص حل التدريب. ماشي. ايه اللي احنا عايزين نعرفه؟ عايزين نعرف قيمة قوة الرفع المسؤولة عن الدوران، تخليه ضوء. ومن ثم تطلع اللي اللي لي وقوة السحب اللي هي الإف دراج، وفي مثلث سرعة. ده دايما بيطلبه، أرسم مثلث سرعة وأحس... وأعرف حاجة اسمها ثلاث زوايا. طيب، الأول أنا جبت ريشة من الريشة اهي. اللي هي بتاعة المراوح دي شايفين مش دي ويند توربين واحده منهم واخده الشكل ده كده طيب لو جينا بصينا من الجنب يعني خدت مقطع كده اهو وبصينا عليه ايضا الشكل بتاعه بصوا كده عبارة عن ايه؟ عبارة عن في انحناء انحناء عايز اقسمه معاكم من الاول طيب خلاص خلي الحصة الجاية همسح هذا كل ده هذا الاير هذا الاير فويل صح؟ اه الاير فويل انا همسحه ونيجي نرسمه مع بعض عشان تعرف ازاي ترسمه ترسم الاير فويل صح ونرسم مثلث السرعه صح لو رسمناهم صح على الرسمة ضمننا درجتين ما يخصمش ولا درجه خلاص خلي الحصه الجايه طيب عشان نحل المثال مع طيب وعلى خير ان شاء الله احنا عندنا الحصه الجايه يوم الثلاثاء يوم, يوم الثلاثاء انا ابغى ندخل من بدري عشان نلحق يوم الثلاثاء معدنا الساعه 8 صح ممكن ندخل 8 يعني مو 7 وقف التسجيل اول شيء 7 قلنا 8 الا ربع كده ان شاء الله